اكتر سؤال جالي في التعليقات، يا استاذ مجدي المنظر الطبيعي اللي موجود على الشاشه انت عامله ازاي؟ بص يا جماعه، انا مش مخترع، انا موصل الشاشه من البي سي بكيسه الكمبيوتر. نبص مع بعض كده، لو دوست على علامه البيت في الريموت كنترول بتروح بعد كده على المصدر، تمام؟ تطلع سهم لفوق هيجيب لك هنا كل المدخلات. يعني مثلا لو انا اخترت تي في هيودينا على الريسيفر الداخلي المنمج جوه الشاشه. لو شاشة من سامسونج، من ال جي، من توشيبا، من سوني، كل الخطوات واحدة، مفيش أي اختلاف. بتروح على المصدر وتختار بي سي. نبص مع بعض كده، بتدوس على علامة البيت وتختار بعد كده المصدر. تطلع فوق شايفين التي في عليها علامة صح باللون الأزرق، يبقى دي الحاجة اللي أنا واقف عليها. لو اخترت بي سي هيودينا على كيسة الكمبيوتر. طيب أنا دلوقتي هعمل ريستارت للجهاز. عشان برضو قالوا لي طيب المنظر الطبيعي، التوقيت، اليوم والساعة والتاريخ، كل ده بيظهر ازاي. الويندوز جواه مجموعة من الصور. نبص مع بعض كده هيجيب لك دلوقتي المشهد اللي انت بتشوفه في كل فيديوهاتي. زي ما حضراتكم شايفين موجود التوقيت الساعة 8:17 والنهاردة يوم الاثنين 25 سبتمبر. فالمنظر الطبيعي ده عشان خاطر انا موصل الشاشة بالبي سي بكيسة الكمبيوتر. طب لو انت عايز مثلا تخش على الريسيفر الداخلي او نفترض الريسيفر الخارجي، اهم حاجه تشوف ال HDMI. يعني انا دلوقتي بختار ال HDMI اللي انا موصل فيه كيسه الكمبيوتر او نفترض الريسيفر الخارجي. فانت بتدوس على علامه البيت وبعد كده بتروح على المصدر، هيظهر لك فوق هنا ال HDMI 1 ولا 2 ولا 3. فانت بتبص وتشوف انت موصل الكيسه او نفترض الريسيفر الخارجي موصله في HDMI 1 ولا 2 ولا 3. بتختار الحاجة اللي انت عايزها وبالتالي هيوديك على الريسيفر الداخلي او كيسة الكمبيوتر او نفترض البلاي ستيشن، تمام؟ وده كان السؤال بتاع النهاردة. هسيب لكم في صندوق الوصف في قائمة اسمها اديني الزتونة. القائمة دي عبارة عن سؤال وجواب، وعلى فكرة اي سؤال بيخطر في بالك موجود في القائمة دي. خش اتفرج عليها وصدقني هتستفيد جدا. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.